السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. فيديو جديد نتمنى يلقاكم في أحسن الأحوال. غادي يكون عبارة عن روتين تنظيف وترتيب الثلاجة، وأيضا شرح مفصل حول هذا النوع من الثلاجات مع ذكر الإيجابيات والسلبيات. وغادي نشارك معكم أيضا كيفاش كنقدر نحافظ على الخضر ديالي في الثلاجة لأطول مدة ممكنة. والثلاجة اللي كتشوفوا معايا حاليا هي من لامارك ديال سامسونج، ثلاجة سامسونج كومبيني. الامتياز ديالها هو ان عندها المجمد لتحت، كما كتشوفوا معايا الشكل ديالها وحتى الحجم ديالها من الداخل. من بعد غادي نوريكم المجمد اللي كيكون الاسفل عكس الثلاجة ديال توين كولين. هنايا بما انني ذكرت ثلاجة توين كولين غادي نقول لكم الفرق اللي كاين بينها وبين الكومبيني. الكومبيني كما كتشوفوا معايا كتمتاز بان المجمد عندها لتحت، اما التوين كولين فهي الثلاجه عندها المجمد الفوق، تقدري ترديها كامله الثلاجه كما تقدري تبروغراميها كامله تولي عندك كتجمد. وهذا هو المجمد ديالها، كيجي عباره عن صناديق او المجوره، ثلاثه ديال المجوره كبار الحجم الكبير، وكيساعدونا ايضا في التنظيم والترتيب. وهذا النوع من الثلاجة كتمتاز كذلك بأنها نو فروست، يعني ما كديرش الجليد، يعني الحواج اللي كنديرهم في المجمد ما كيتلاصقوش مع بعضياتهم، وحتى إلا كانت شي حاجة عندها تيكية كتبع ليها راه داك الورقة ما كتفزقش. وهذا هو لا ريفيرونس ديال الثلاجة، يعني سامسونج A بلس R B31. وبالنسبة للتراج أو لحجم المبرد 230 لتر، وحجم المجمد 98 يترا. وبالنسبة لهذه الثلاجة فهي كتقام اقتصادية من ناحية استهلاك الكهرباء بالفضل ديال ميزة نو فروست. والنصيحة اللي غادي نقدر نعطيكم بأن الثلاجة من غادي تجيبوها ماشي تما تشعلوها، يعني تخليوها على الأقل تبات أولا 8 سوايع 12 ساعة، إلا قدرتو خليوها تبات تلا غد ليه عاد ركبوا لها البريز باش تشعلوها، وما تلصقوهاش مع الحيط، يعني تجي بعيدة شي شوية على الحيط، وما تحطوهاش في المكان اللي عندكم سخون، يعني حاولوا تبعدوها على البوطة أو إلا عندكم شي بلاصة سخونة حاولوا ما تحطوهاش فيها. وبالنسبة للثمن فأنا غادي نخليه لكم في آخر الفيديو. وهنا كما كتشوفوا معايا في الفيديو فأنا بديت التنظيف ديال الثلاجة، حيدت كاع داكشي اللي صلح لي نحيدو غادي نغسلو، لأن التنظيف اللي غادي ندير لها اليوم تنظيف عميق، وداكشي يعني اللي ما نقدرش نحيدو فأنا غادي نمسحو لداخل ديال الثلاجة. أنا من بعد ما غسلت كاع داك ليزيطاجير وحتى الثلاجة من الداخل ضربتها لها بواحد المسحة. وبالنسبة للضوء فهو في الكتيب كيقول لك ممنوع تقيسيه ما تمسحيه ما تشي حاجة، لكن أنا ضروري كنفوت عليه بواحد الزيف اللي يكون ناشف وديال القطن. والثلاجة من بعد ما مسحتها كاملة ونقيتها غادي كنمسحها بواحد الزيف ديال القطن كما سبق لو ذكرت، فاش ما كنخليش فيها كاع الماء. ودابا غادي نبدا نرد يعني المسائل ديالها. انا عندي المجر، الثلاجه عندي فيها غير مجر واحد، وغادي نرد حتى هاد لي زيطاجير. هانتوما كي كتشوفوا ساهلين يتحيدوا ويتردوا، لكن ماشي كل مره يعني نوضو نحيدوهم ونغسلوهم. انا التنظيف هذا كنديرو مره في الشهر او حتى لشهرين الا استدعت عاد الضروره، اما الا كانت الثلاجه نقيه فانا غير كنمسحها قبل برودوي ديالها صافي. وانا من بعد ما ساليت الثلاجه ورديت كل حاجه في بلاصتها، انا هنا كما كتشوفوا كنستعن بالمنظمات صراحه كيعاونوا بزاف، والثمن ديالهم اليوم راهم متواجدين في الاسواق ثمن جد مناسب.
كما كتشوفوا بحال انا هاد المنظمات اللي دايره فيهم الحليب وداكشي، راه كتعرفوا الحليب يقدر يتزل عليك في الثلاجه، فاللهم يتزل عليه في هذيك نحيدها ونغسلها نردها، ولا يتزل عليه في الثلاجه كامله ونصدق مسحها يعني كلها. وبالنسبه لهاد الشبكه هذه فهي كتجي مع الثلاجه خاصه بالقراعي، وحتى هذاك لي طاجير اللي كتشوفوا معايا تحتها فهو ما كيتحيدش، كيتجر، داير بحال مجر كيتجر وكيرجع. وهنايا هاد الاخر الفوقاني فهو خاص بالدواء، والاخرين كل حاجه وشنو درت فيها. وهنا للاشاره فقط، فانا ملي كندير شي وصفه وكيشيط لي منها مثلا جوز الهند او المكسرات او البودره ديال اللوز، فانا كنحتفظ بها في الثلاجه. هاد المسائل هادو كيبقاو في الثلاجه يعني في الجوده ديالهم، ما كيغملوش وما كيضيعوش. وحتى يعني الا كنتي كتجيبي كميه كبيره وكتخسر لك، فكنصحك تحتفظي بهم في الثلاجه بحال جوز الهند وهذا الكاوكاو، فهما كيبقاو يعني الجوده ديالهم مزيانه. وكذلك حتى القهوه فهي كتبقى عندها الريحه ديالها بحال الا يلا خويتيها من البكيه. وبخصوص المجمد فهو هذا كما كتشوفوا هو كيجي عباره على صناديق، يعني ثلاثه ديال الصناديق، الحجم ديالهم صراحه كبير وكيهزوا. بالنسبه للناس اللي غادي يسولوا واش واش غادي يهزوا لنا اللحم ديال العيد، فهو كيهزوا اللحم ديال العيد وكيشيط الخير والبركه ديال البلاصه. هنا عندي ثلاثه ديال الصناديق، الاول كيجي صغير فيهم، الوسطاني هو الكبير في الطول وفي العرض، والتحتاني كيجي حتى هو يعني التحتاني حتى هو كيجي كبير، يعني متوسط هو الثاني، يعني كاين الوسطاني هو الاكبر فيهم بثلاثه. من بعد ما نظفتهم انا حيدتهم هنايا وغسلتهم وعاد فاش رديتهم الفريغو، صراحه ما كيحتاج انك تنظفيه كل شهر او كل ساعه، فهو كيبقى نقي. هنا راني رتبت فيه المسائل كل واحد وشنو خصصت ليه، باش هكا كيبقى منظم ونقي كما سبق لي وقلت لكم. وهذه هي الثلاجه من برا، بالنسبه لواحد الملاحظه بالنسبه للثلاجه، كما كتشوفوا انا كنحلها على جهتي اليمين، لكن انا ملي كتشريوها راه كيعطيوكم معها بعض يعني الادوات، الا نتوما ما يصلح لكمش تحطوها في الكوزينه ديالكم كتحل اليمين، يعني تقدروا تبدلوها وترجعوا تحلوها على اليسر، يعني نتمنى تكونوا فهمتوني، يعني تقدروا تقلبوها تبقى كما تحل اليمين تقدر تحل حتى على اليسر. ودابا غادي نشارك معكم طريقتي في الاحتفاظ على الخضر. صراحه الخضره تقدر تبقى عندي حتى اكثر من شهر، غير انا ما كنبغيش يعني نجيب كميه كثيره، فانا كنبغي ناكلها طريه، كنجيبو شويه شويه هكا اللي يكفى في اسبوع. انا كما كتشوفوا الطماطم ما كنغسلهاش، فقط كنمسحها بواحد الفوطه خاصه بالكوزينه، ما كنخليش فيها الماء وكنديرها في الشبكه ديالها. وكذلك بالنسبه لجميع الخضروات الاخرين، الفلفله يعني خزو اي حاجه الدنجال، مهم اي حاجه كتجيبوها مسحوها، يعني كنصحكم ما تبقاوش تغسلوا الخضره حيت كتضيع بالماء، ويعني تغسلوها حتى لحين الاستعمال عاده فاش تغسلوها. وكنبدلهم البلاستيكه فاش جاوا، كنديرهم في البلاستيكه اللي هي نقيه وناشفه، وكنسدي عليهم في البلاستيكه ونديرهم في الثلاجه. بهذه الطريقه هذه فهما كيبقاو عندي لمده طويله. بالنسبه للثمن ديال الثلاجه فهو 5900 درهم. وهنايا اخيرا كنكون وصلت معكم النهايه ديال الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا ولو بفكره او حيله بسيطه. شكرا على حسن المتابعه، والى الفيديو القادم ان شاء الله، مع السلامه.